برحب بحضراتكم مرة تانية. وأكيد كل حد من جماهير النادي الأهلي الفترة دي مش بيفكر غير في سيناريو مباراة فيتا كلوب، إيه اللي هيحصل فيها، مفروض موسيماني يبدأ بمين، يلعب بأنهي تشكيل. كل ده الحقيقة في جماهير وفي بال كل الجماهير الحقيقة، كله بيفكر في المباراة دي في السيناريو ده. والحقيقة أنه خليني أطمن حضراتكم أنه الجهاز الفني واللعيبة عاملين كل اللي عليهم، وكويس أنه السفر من دلوقتي والتدريبات تكون في وقت حر جدا شديد الحرارة علشان يبقى ملائم لمباراة فيتا كلوب أو في نفس الموعد. وكمان طبعا إن هم يقدروا يتمرنوا أكتر على النجيل الصناعي. نتكلم أكتر عن المباراة دي وعن الفترة الجاية، وهي فترة حاسمة الحقيقة بالنسبة للنادي الأهلي في مشوار أفريقيا مع نجم الأهلي السابق كابتن عبد الله جلال. برحب بيك يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. برحب بيك ومنورنا طبعا. وخليني أبدأ معاك من مباراة فيتا كلوب، مباراة العودة، وانت عارف الموقف في المجموعه وعارف قد ايه المباراه دي الفوز فيها مهم. شايف المباراه فنيا ازاي ومدى صعوبتها بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا، هي بسم الله الرحمن الرحيم، في الاول كده يعني هي المباراه مجملا كده في الظاهر هي صعبه، لكن هي ممكن تبقى جوه الملعب سهل. بشكل اخر يعني بتبقى سهله. اللي بيسهل الماتش دايما هو اللعيبه. اللعيبه هي بتبقى عايزه ايه من الماتش؟ طالما انت عايز ايه من الماتش وعايز مكسب او نزل على مكسب، بتسهل على نفسك دايما جوه الجيم نفسه بجانب التعليمات، بتنفيذ التعليمات من المدير الفني مستر موسيماني. طبعا هو طبعا حر في اختيار تشكيلته، في لعبته، ازاي يهيئهم للاجواء اللي حضرتك قلت عليها، برضو الاجواء الحاره، ملعب نجيل صناعي، فكل ده بصعوبات ممكن تقابل الفريق. لكن كشغل فني ما اعتقدش ان برضو كم الفرص اللي لعيبه النادي الاهلي ضيعتها في المباراه اللي كانت هنا في استاد القاهره تقدر برضو انها تعوضها هناك، لكن الاجواء تبقى مختلفه شويه، لان انت هنا لعبنا مثلا في اجواء ليليه، ملعب طبيعي. دي الحاجات اللي ممكن تاثر على العوائق بس. لكن على المستوى الفني انا شايف ان في فروقات كبيره ان شاء الله يعني، ودي في صالح النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي طبعا يقدروا يتغلبوا بيها على فريق فيتا كلوب هناك. القصه كلها برضو ان برضو الاجواء الفتره اللي فاتت او النتائج اللي هي بتاعت الفريق في الفتره الاخيره هي اللي ممكن لحد ما تكون يعني فيها قله ثقه شويه عند بعض الجماهير. لكن الموضوع نفسه او القصه نفسها في ان المباراه تبقى صعبه هناك، لا هي مش هتبقى صعبه، لان هي ممكن اللي صعبها بس الاجواء. طيب خلينا نقف عند الاجواء او المباريات اللي فاتت. مباراه الاسماعيلي مثلا اخر مباراه قبل مباراه فيتا كلوب، واللي هي المفروض كانت الاعداد او البروفه الاخيره قبل المباراه دي، عايز اعرف شفتها ازاي، شفت ازاي الفريق فنيا في مباراه الاسماعيلي؟ فنيا ممكن يكون تركيز اللعيبه كان اقل، وبالذات في الشوط الاولاني يعني التركيز كله منصب كان على يعني الى حد كبير في مباراه فيتا كلوب. ويمكن الاجواء الى حد ما الملعب ما كانش برضو مستوي، فالطبيعي ان برضو ان هتبقى الكوره برضو ماشيه زي ما هي كانت ماشيه في الشوط الاولاني كده، سوء ارضيه الملعب، وده يمكن اشتكى منها مستر موسيماني في الشوط الاولاني انه اثرت بتاثير كبير على مجريات اللعب. ممكن يبقى برضو مشابه لحد ما ان برضو الكوره لما بتيجي بتمشي في نجيل صناعي عكس ما بتمشي في نجيل طبيعي. طبعا ارضيه الملعب او سوء ارضيه الملعب يبقى ليه تاثير على ان حركه الكوره تبقى ماشيه ازاي، استلام اللعيبه، تفكير اللعيبه، التوقيتات بتاع التحرك او ان انا اتصرف جوه الملعب بالكوره بتاعتي بيبقى لها تاثير. لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يقدروا يتغلبوا على الموضوع ده. هنرجع لمباراه الاسماعيلي، لعيبه بنسبه ممكن تقول مثلا نسبه 60-70% كان لها تاثير كبير، ان هم متاثرين جدا، واخده من تركيزهم، وكان باين جدا في الشوط الاولاني ان هم برضو في مس باص كتير، في قله تركيز في بعض التصرف في الكوره، في قله حركه من الدفاع للهجوم والعكس. في بعض الاوقات كده كان بيبقى برضو حاله سرحان، كل ده مقديه بان انت مثلا اللعيبه بنسبه 60-70% مركزه في ماتش فيتا كلوب، لان ده الاهم الفترة. شفت مباراة الذهاب مباراة فيتا كلوب انه الاهلي كان يستحق الفوز فيها؟ بالنسبة 100% طبعا 100%. يمكن الفرص او كم الفرص اللي ضاعت من اللعيبة
مهدرة بشكل عجيب. وركلة الجزاء الوهمية اللي وركلة الجزاء طبعا اكتسبها. ركلة الجزاء دي انا مستغربها يعني. حكم رضوان جيد فعلا، اسمع على مستوى ان هو رضوان جيد، بس خانوا التوفيق في ان هو يكون جيد في المباراة دي. هو يمكن اعتذر بعدها، ولكن يعني زي ما بنقول خلاص ايه اللي هيحصل يعني. ما هو الاعتذار مش هيقدم حاجة، مش هيقدم يعني الاعتذار دايما ما بيقدمش حاجة. شفت شايف ازاي اصلا فكره انه ما فيش فار تقدر ترجع له في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا؟ يعني احنا فعلا دفعنا فاتوره ده في المباراه اللي فاتت، ولكن نتمنى انه يعني خلاص ما يحصلش حاجه تاني بقى. احنا نتمنى من الاداره الجديده طبعا للرئيس الكاف الجديد انه برضو يبقى فيه برضو اصلاح في حته الفار دي، واصلاح في حته منظومه التحكيميه بالذات. يعني المنظومه التحكيميه في الاتحاد الافريقي يمكن الى حد ما يشبه بعض الكلام يعني السيء، لكن احنا نتمنى ان يبقى في اصلاح دايما باستمرار في المنظومه التحكيميه، ودي حاجه لازم هتفيد كمان الكره الافريقيه انها ترتقي وترجع لمرجوعها وسمعتها في وسط الخمس قارات اللي احنا ممكن نتكلم فيهم، ان هم ان القاره الافريقيه دايما كانت مميزه، وكانت دايما على مدار الفترات اللي فاتت كلها ان هي دايما القاره الثانيه بعد اوروبا. فيمكن الفتره الاخيره بسبب بعض المشاكل او ممكن نقول بعض القضايا الفساد اللي كانت موجوده في خلال الاربع خمس سنين اللي فاتت تراجع الترتيب بتاع قاره افريقيا. فارجو ان اتمنى ان الاداره الجديده يعني تصلح من المنظومه دي يعني الفتره دي. اخر كلام كان للسكرتير العام لنادي فيتا كلوب الكونغولي، كان معانا في القناه في البرنامج على التليفون، وكان بيقول انه هيبقى في جماهير 3000 حد في مباراة الأهلي وفيتا كلوب، ولكن النهاردة رئيس الكاف الجديد كان بيتكلم أنه أول قرار ليه أنه المباريات هتقام بدون جماهير. لحد دلوقتي لسه الموضوع يعني لم يحسم، هل ده معناه أنه فعلا المباراة دي مش هيكون فيها جماهير؟ خلاص لو في جماهير والثلاث آلاف شخص دول، شايف أنه ده هيبقى ليه تأثير على المباراة أو مجرى المباراة، مباراة الأهلي وفيتا كلوب؟ أنا شايف أنه بشكل عام أي فرقة بتلعب النادي الأهلي، اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتعتمد بالشكل الاساسي على الجماهير بتاعتها. بتلعب على الحته دي لان دايما، حتى لو نرجع بالذاكره من اسبوعين كنا بنلعب سيمبا التنزاني، هو لعب على نقطه ان هو بيلعب على 30000 متفرج، ودي صعب في ظل جائحه كورونا، لكن هو لعب عليها لان ما عندهمش برضو نفس الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده في كل الدول اللي موجود فيها جائحه كورونا. فهو لعب على النقطه دي. نقطه حته الجماهير والجماهير الافريقيه بالذات بيبقى لها برضو لها طابع خاص في ان انت برضو بيبقى فيه مثلا ممكن تبقى عادات زي السحر مثلا، في جماهير بتعمل بعض الايحاءات اللي هي ممكن تشغل اللعيب على ان هي سحر، لكن قصه بقى السحر او مش سحر ده موجود برضو في افريقيا بشكل كبير. لكن نرجع لمرجوعنا، حته برضو الجماهير لها تاثير وهم بيلعبوا على النقطه دي، حته ان انت ما بقاش مرتاح في حته ان انا العب في وسط استاد متقفل او حتى في بعض الجماهير، وبالذات في الاعداد الكبيره كل ما زاد الاعداد بيبقى ليها تاثير ان انا اقف في ظهر الفريق بتاعي. هم بيلعبوا على النقطه دي، وطالما لعبوا على النقطه دي فاعتقد ان برضو رئيس الكاف الجديد برضو كان انا شفت له التصريح بتاعه ان هو بيقول من باب العداله ان كل الفرق تلعب في مستوى واحد، فارجو ان الموضوع يتنفذ فعلا ويبقى ما فيش جماهير، لان دي هتبقى عداله للكل ان شاء الله. اكيد. من وجهه نظرك يا كابتن، ايه احسن سيناريو ممكن موسيماني يلعب بيه المباراه دي او اكتر يبدا بيه المباراه؟ بنتكلم على التشكيل، بنتكلم على انه يبقى في ضغط هجومي من الدقيقه الاولى، ولا شايف المباراه المفروض يبقى افضل سيناريو ليها ايه من وجهه نظرك؟ افضل سيناريو لو هتكلم بدماغ مستر موسيماني، الافضل ليه ان هو يلعب بنفس السيستم اللي هو كان بيلعب بيه قبل كده. شخصيه النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عليها، ضغط عالي من اول دقيقه بعرض الملعب، لكن مش هقدر اقول لك ان هو برده ممكن افتح الموضوع قوي بان هو ضغط عالي، لان انا بلعب على انجيل صناعي. انجيل صناعي بياخد مجهود اللعيب، بياخد من تركيز اللعيب، ممكن في خلال برضو يا معلش البدني بتاعي على نجيل طبيعي ممكن اقدر اوزعه على مدار 90 دقيقه، لكن في نجيل صناعي لو قدرت العب ضغط عالي ممكن في خلال
60 دقيقة بالظبط واكون خلاص. لكن هو لو انا في احتياج شديد قوي للمباراة ولازم ارجع بالثلاثة بونت ومن بدري، يبقى انا هلعب هوزع وهقسم المباراة بتاعتي ضغط من اول دقيقة، مقدار تلت الاولاني من المباراة، 30 دقيقة الاولانية من المباراة وقدرت اخلص فيهم، ودول اهم 30 دقيقة اللي انا اخطف فيهم. وده كانت سمة موجودة مع مستر موسيماني في دور قبل النهائي مع في مباراة الوداد، وحتى المباراة النهائية قدام نادي الزمالك برضو قدرنا نخطف في أول خمس دقايق أو أول عشر دقايق، وشفنا إزاي كانت ضغط من البداية حتى لما كنا بنلعب الوداد بره أرضه. لسه كلام كتير قوي مع كابتن عبدالله جلال، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه منورني كابتن عبدالله جلال، وكلام كتير عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب هي حديث الساعة. خلاص يا كابتن، أكيد. النهاردة كان في بعد تمرين النادي الأهلي قدر أنه كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هو يجتمع باللعيبة، يتكلم معاهم، يقول لهم قد إيه المسؤولية كبيرة قوي عليهم، ولكن ثقة الجماهير فيهم كبيرة، وأنه زي ما حطينا نفسنا في الموقف ده أنه لازم الفوز في المباراة دي عشان نريح نفسنا، احنا قادرين وكلنا ثقه ان اللعيبه تطلع نفسها من الموقف ده وتحقق نتيجه ايجابيه وتاخد المباراه دي بكل جديه. هو انا يعني انا مشفق على كابتن محمود الخطيب دايما في كل الاوقات، لانه الصراحه يعني شايل مسؤوليه كبيره، شايل مسؤوليه كبيره، بيشتغل في جميع الاتجاهات، يعني كان الله في عونه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو دايما دوره رئيسي دايما وداعم رئيسي لفريق الكره بشكل خاص. وهو دايما متصدر المسؤوليه في سواء في هزيمه في مكسب في كل حاجه. كلامه دايما من ساعه ما تولى المسؤوليه الاداريه في تاريخه في النادي الاهلي، هو دايما داعم لفريق الكوره بشكل ايجابي، هو دايما في ظهرهم، دايما بيديهم الثقه، دايما بيشعل جواهم النار والحميه اللي هي بتاعت المكسب دايما والحميه بتاعت البطولات. فارجو ان اللعيبه تكون استفادت النهارده من القعده معاه في الجلسه اللي عملوها قبل ما يطلعوا على المطار، ودي حاجه كويسه طبعا تديهم الحافز ان هم يروحوا هناك ان شاء الله ويرجعوا بثلاثه بونت ان شاء الله والمكسب ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اسالك، بما اننا بنتكلم على الانجازات في عهد كابتن محمود الخطيب برئاسه النادي الاهلي، شفت افتتاح اهلي الاقصر؟ شفت. تابعت؟ يعني احنا بنتكلم على انجازات مش بس على مستوى رياضي يا كابتن، مش بس ولا كوره وسله، يعني مش رياضه بس، مستوى التطوير كمان. اكيد. انا زي ما بقول لحضرتك والله كان الله في عون المسؤوليه، يعني من راح الافتتاح بتاع فرع الاقصر ورجع قعد مع فرقه الكوره، فدي في حد ذاتها مسؤوليات كبيره. الانجازات اللي هو بيعملها كابتن محمود الخطيب يعني في اوقات قياسيه زي ما بيقولوا كده، يعني لسه كنت بسمع الاستاذ احمد سمير برضو بيتكلم هو في خلال 8 شهور ان تعمل انجازات زي كده، دي في حد ذاتها برضو يعني ممكن نقول من حاله من الاعجاز، الاعجاز البنائي زي ما بيقولوا كده. حاجه يشكر عليها كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته طبعا المساند ليه والمسؤولين برضو معاه اكيد طبعا، وشركه استادات الحياه، لانه يستحقها كل جماهير واعضاء النادي بالظبط. هو طبعا من اول يوم تعهد على استعاده الجماهير، وزي ما كنت بقول لحضرتك ومن المسؤولين كمان شركه استادات، يعني ده نتاج وحده اقتصاديه كبيره بين النادي الاهلي وشركه استادات الشركه الوطنيه. اكيد طبعا، يعني التحالف اللي موجود بين النادي الاهلي وشركه استادات دي حاجه كويسه، حاجه في ظل ان هو بيحاول يطور منظومه النادي الاهلي للاحسن، دي خارطه طويله طبعا اكيد. وفي نفس الوقت شركه استادات على ما سمعت المهندس سيف الوزير امبارح كان بيتكلم في خارطه لمده 5 سنين تقريبا هيعلن عنها الفتره اللي جايه، ودي اعتقد ان هو ربنا يكرمه يعني ويبقى حاجه كويسه في تطوير المنظومه الرياضيه في مصر باذن الله. خليني بقى اسالك يا كابتن على يعني مشوار افريقيا بشكل عام، او نتكلم على البطوله بشكل عام، شايفها ازاي النسخه الحاليه دي في ظل استفاقه فرق كتير، منها الترجي، منها سان داونز الافريقي، جنوب افريقي، شايف ازاي النسخة الحالية؟ يعني هو أنا شايف من رؤيتي يعني الفترة اللي فاتت إن في فرق اتعلمت من النسخة اللي فاتت. يعني فرقة الترجي اتعلمت من الكبوات اللي حصلت معاها، وبالذات حسوا بقيمتهم أو بضعفهم في الفترة اللي هي لعب فيها نادي الزمالك في كأس السوبر، ورجع لعبه في المجموعة تاني وبعد كده خرج، وبعد كده برضو
وفرقة صن داونز برضو اتعلمت من خلال النسخة اللي فاتت لما الأهلي الحمد لله رد الاعتبار وكسبهم في الاستاد القاهرة وتعادل معهم هناك، بس عمل برضو ماتش كويس. كل الفرق دي اتعلمت من كل الأحداث اللي حصلت معاها وبالذات مع الفرق الكبيرة. فأعتقد ان هم فوقوا فرقهم ببعض التدعيمات سواء مادية او من اللعيبة، وعدلوا برضو من الأجهزة الفنية بتاعتهم. كل دي ساعدت ان هي تظهر مرة تانية في بطولة أفريقيا. التشبيه بان احنا ممكن نكون مختلفين في حتة ان النسخة دي برضو ممكن تكون مشابهة للنسخة 2006 كنت برضو انا كنت لسه بتكلم معاك في الفاصل، لان مع اختلاف ان الماتش كان بره وجوه، يعني احنا مثلا فيتا كلوب تعادلنا معاها هنا، ان شاء الله باذن الله هنروح نكسب الماتش هناك يعني ان شاء الله، ونرجع بثلاثه بونت ويبقى في حاجه كويسه ان شاء الله. شايف النسخه الحاليه ممكن تكون في صعوبه النسخه اللي فاتت ولا ممكن تبقى اصعب كمان؟ ممكن تبقى اصعب، ممكن تبقى اصعب، لان انا زي ما احنا لسه بنتكلم دلوقتي ان في فرق فائت وفي فرق كمان ظهرت، يعني مثلا سيمبا ممكن يكون الناس كلها برضو في خلال النتائج الايجابيه اللي عملها بره ملعبه او جوه ملعبه الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس لحد ما بالنتائج بتاعته، الا ان برضو في فرق كبيره برضو احنا كنا بنتكلم عليها زي الترجي وصن داونز برضو ماشيين بخطى ثابته ان هم يرجعوا نفسهم في ظل انخفاض المستوى اللي كانوا فيه في النسخه اللي فاتت. بترشح مين انه يتاهل الدور ربع النهائي عن المجموعه الاولى؟ الفريقين اللي ترشحهم في دوري ابطال افريقيا. مجموعتنا احنا مجموعتنا احنا انا برشح الاهلي نمره واحد طبعا اول مجموعه ان شاء الله، وغالبا هيبقى سيمبا معاك. سيمبا تنزاني. سيمبا تنزاني. طيب من بطوله افريقيا خلينا ناخدك لبطوله الدوري والمنافسه فيها برضو، قد ايه مهم جدا كل المباريات الفتره دي؟ كنت دايما بتكلم انا واحمد انه كل اللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي المفروض مباريات كؤوس سواء دوري او افريقيا، يعني لازم انه الثلاث نقاط مهمين جدا. شايف ازاي المنافسه على بطوله الدوري الموسم ده او النسخه دي؟ هو النسخه دي برضو يعني مشابهه لنسخ تانية قبل كده، بس هو السنة دي الميزة ان كل الفرق متقاربة في المستوى، كل الفرق بتكسب بعض. اللي مدي طابع حماس شوية او مدي طابع يعني الى حد ما للدوري ان هو قوي شوية، ان في فرق على عكس المتوقع تماما ان هي تكون بتنافس على الهبوط من بداية الدوري لغاية الوقت اللي احنا لغاية الجولة اللي احنا بنلعب فيها دلوقتي. خلاص يعني فرق مثلا، يعني انا زعلان بشكل خاص على فريق زي الاسماعيلي كده مثلا، الانتاج الحربي، وادي دجله، الفرق دي فرق كبيره، فرق كانت في وقت من الاوقات انها بتنافس على بطوله الدوري او بتنافس على المربع الذهبي زي الانتاج او وادي دجله. فالطبيعي ان انا لما اجي في اول خمس ست جولات او ثمان جولات الاقي الفرق دي بتنافس على الهبوط وتفضل مستمره برضو في حته ان هو سلسله النتائج السيئه، فدي برضو مديه طابع حماسي شويه. وفي فرق على عكس المتوقع برضو ماشيه بشكل كويس والسهم بتاعها طالع لفوق، سهم النتائج بتاعها طالع لفوق، الاداء برضو بتاعها الى حد ما في ماتشات كتير برضو كويسين وعاملين اداء كويس زي فرقه سيراميكا زي فرقه الجونه، لكن برضو ما اقدرش احكم برضو في الوقت ده، لان ممكن احكم ممكن في خلال نهايه الدور الاولاني، لان في حاجات كتير بتتغير. ليه فرق كتير تبقى ماشيه يعني كده ماشي وعاديه جدا وبتخسر مباريات كتير، وبتيجي قدام النادي الاهلي فجاه تلاقي الكيرف عالي جدا، الاداء عالي جدا، المجهود مضاعف دايما بيكون قدام النادي الاهلي؟ ده طبيعي، لان يعني يعتبر يعني ممكن نقول 90% من لعيبه الدوري الممتاز بيبقى مش هقول لك اقصى طموحهم ولا حاجه، بس يعني ممكن يبقى اقصى تركيز ليه واقصى حاجه ممكن ياخدها في لقطه الموسم ان هو يلعب ماتش كويس قدام النادي الاهلي. ايا كان بقى، هو مثلا ممكن بفكره ان هو هلعب ماتش كويس قوي عشان النادي الاهلي ممكن يفكر فيا ويشتريني، ممكن يبقى لو هو طموحه عالي قوي كده مثلا ممكن يقول هلعب ماتش كويس قوي عشان احترف بره او مثلا اروح منتخب مصر،
بيبقى الافكار مختلفه، لكن اغلب ويمكن 90% او 95% من لعيبه الدوري الممتاز لما تيجي تلعب قدام النادي انها هو ده ماتش الموسم، هو ده اللي هتصيد فيه قدام النادي قدام مصر كلها، لان مصر كلها بتتفرج على ماتشات النادي الاهلي. اكيد. مين اكتر لعيبه في النادي الاهلي الفتره دي شايف ان مستواها ثابت، شايف ان انت دايما مطمن وهي في اي مباراه من مباريات النادي الاهلي، مش حاسس انه يا رب يكون مثلا اللاعب ده في يومه؟ اكيد كل لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يعني مؤديه اداء كبير جدا، بس مين اكتر لعيبه بتبقى عارف ان هي المفاتيح اللعب، الكي بلايرز اللي انت مطمن ان هي في مباراه حاسمه زي دي؟ هو نمر واحد طبعا يعني الشناوي، اكيد يعني ربنا يحفظه ويحميه يعني من شر الاصابات ومن شر الحسد ويفضل مستمر على المستوى كده. طبعا كل العالم او كل مصر عارفه ان الحارس نص الفريق، لا احنا في وقت من الاوقات او خاصه الفريق اللي بينافس على بطولات دايما بيبقى لازم الحارس هو الفريق كله. وطالما الفريق بيمتلك حارس بالكواليتي بتاعت محمد الشناوي كده، انا اتمنى ان يكون مثلا في 2-3 زيه مثلا قاعدين برضو في النادي الاهلي زيه كده برضو، يبقى ليه البديل عشان يبقى برضو مطمن، ابقى مدي الثقه لنفسي كجمهور وانا بتابع كده فريق النادي الاهلي كده ان ان شاء الله عندي واحد واثنين وثلاثه، حتى لو واحد مش موجود هيبقى فيه اثنين. شناوي مثلا، في علي معلول ربنا يرجعه بالسلامه من الاصابه يا رب، في كابتن وليد سليمان طبعا لما بينزل او بيبدا بيديني الثقه برضو ان في حد لعيب كبير بكواليتي الكابتن وليد شايف سليمان. غياب معلول ووليد سليمان الفتره اللي فاتت مؤثر، ليهم تاثير كبير، ليهم تاثير كبير، لان انا اتكلمت انا في الكلام ده قبل كده او في الموضوع ده قبل كده ان دايما الليدر جوه الملعب ليه دور، اللعيب الخبرات ليها دور. علي معلول مش هقول لك بقى يعني سن، لا ممكن يكون خبرات كلاعب دولي ولاعب في حتته ليدر. فمش لازم الليدر ده يبقى ماسك شارط القياده، ولكن ممكن يبقى فكره وطريقه التوجيه للعيبه زمايله جوه الملعب هي اللي بتفرق كتير مع اللعيبه، ودي انا شايفها في علي معلول وكابتن وليد سليمان. طيب كنا بنسال دايما الجماهير افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظركم في كل مباراه، عايز اعرف في مباراه الاسماعيلي اللي هي كانت المباراه الاخيره قبل مباراه فيتا كلوب، شايف مين كانوا الافضل، افضل ثلاثه؟ يعني انا مش ممكن تقولي مثلا الشناوي؟ ها انا بقى دايما بقى يعني حتى لو غلط بقول الشناوي يعني. ممكن اجاي شويه نمره اثنين، وعدي برضو يعني برضو شويه برضو صلاح محسن. صلاح بشكره على الهدف اللي عمله والمجهود اللي عمله في الوقت اللي هو لعبه فيه. طيب خليني اقول لك، هي النتيجه كانت اجاي رقم واحد وبعدين الشناوي وبعدين ديانج. ماشي، انت ايه رايك في ديانج في المباراه؟ لا ديانج كويس بقى يعني، مع اني كان في يعني حاجات بسيطه كده قليله بس برضو ممكن يمشي. لا شايف كويس. انه فكره تلاحم المباريات الفتره اللي فاتت يا كابتن، وان انت طالع من بطوله داخل بطوله وطالع من مباراه على مباراه اصعب منها، يعني اثرت على مجهود اللعيبه الفتره اللي فاتت في الكام مباراه اللي فاتوا سواء فيتا كلوب او الاسماعيلي؟ اكيد. وانا عايز اقول برضو يعني برضو الـ في ناس برضو يعني مش واصله لها حته ان انا العب بطولات متتاليه، وسمه النادي الاهلي دايما ان هو بيلعب في كل البطولات، بيلعب على البطوله نفسها. يعني كان في مثلا شويه كوميكس على ان احنا النادي الاهلي راح يلعب على بطوله كاس العالم للانديه وراح ياخدها. لا فعلا النادي الاهلي لما بيروح يلعب على بطوله بيروح عشان يلعب عشان ياخدها. طالما لعبت على التارجت نمرة واحد عندي أكيد يعني هوصل له، ما وصلت لهوش هوصل للي بعده. أنا مش بفهم موضوع الكوميكس ده بس يا كابتن، بس أنت ما دخلتش أصلا البطولة وبتتريق إن النادي الأهلي. لا أنا أنا برد على اللي برضو يعني يعني برد لحد ما ممكن على الكلام برضو بتاع حضرتك برضو، إن فعلا في ناس ما دخلتش البطولة وفعلا بتتريق فعلا، لكن انا بتكلم في حد ذاتي ان انا اخش واشارك في البطوله ويبقى حلمي وطموحي مشروع. طالما انا مشارك في البطوله، طالما انا مشارك في البطوله زي طبعاً. انا مشارك دلوقتي انا في بطوله الدوري ده بالظبط، انا مش تفكيري ان انا رايح إن أنا بظهور مشرف، انا رايح ان انا احلم ان انا احصل على مركز او اخد البطوله. وفعلا ما النادي الاهلي قدر ان هو يحقق البرونزيه اكيد، وانت قاعد تتفرج على قبل كده خدناها برضو بالظبط.
بس فهي القصه كلها كده، هي هو الموضوع كده. لازم انا حلمي مشروع ان انا احلم ان انا طالما مشارك في بطوله ودي سمه النادي الاهلي زي ما احنا بنقول، الطبيعي ان انا هشارك فيها وهلعب عليها. فالطبيعي ان انا هيبقى ليا تركيز وليا تحضير ليها، تحضير سواء بدني او تحضير ذهني. طالما دخلنا في البطوله ولعبنا فيها واجتهدنا واخلصنا فيها وعملنا كل مجهودنا، الطبيعي ان انا لازم هيحصل لي دروب بعدها. ليه؟ لان انا خلصت كل التصفيه الذهنيه في ان انا في البطوله ان انا شاركت فيها. فتلاحم البطولات وتلاحم الماتشات ورا بعض، الطبيعي ان انا بشر لازم هتاثر في وقت طبعا. من الاوقات. طب والبطوله الاهم حاليا افريقيا، وانا عارفه ان المشوار لسه بدري عليه، بس شايف فرص الاهلي في ان هو يحصل على اللقب العاشر ويحافظ في الدفاع عن لقبه ازاي؟ شايفها، هقول لحضرتك لو الاهلي ان شاء الله باذن الله باذن الله كسب الماتش اللي جاي وباذن الله هيكسب الماتش اللي جاي، انا بقول لك بنسبه 100% ان شاء الله العشره في النادي الاهلي ان شاء الله قولا واحدا. ونتمنى ان احنا قريب نبقى بنحتفل بالعشره في الاهلي. العشره يا اهلي باذن الله. ماشي، بشكرك جدا جدا كابتن عبد الله جلال، الحقيقه نورتني النهارده ودايما تبقى منورني وانت معايا في السادسه. شكرا 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 لحضرتك، وشكرا لحضراتكم على المتابعه، وبنتمنى نشوف هاشتاج العشره يا اهلي قريب. وطبعا بندعم فريقنا وفرقتنا ولاعبينا والجهاز قبل مباراة فيتا كلوب، ومباراة مهمة جدا وحاسمة بالنسبة لنا بنسبة كبيرة جدا. لازم يكون كل دورنا دلوقتي كل جماهير النادي الأهلي في ظهر الفريق. بشكر حضراتكم على المتابعة.